والله إني لأرى العاقبة سيئة، ولن تجني منها أمة الإسلام إلا كل شر. لم نرى ولدينا منذ مدة طويلة يا أبا عبد الله. هل اشتقت إليهما؟ وأجزم أنك اشتقت إليهما ربما أكثر مني. أنجب عبد الله صبياي ولم أرهم. شغلنا بما نحن فيه، وشغل هو وأخوه بتجارتيهما. على كل حال أفكر في زيارة قريبة للمدينة المنورة لرؤية الأولاد وللقاء الخليفة عمر. وهل جد ما يستدعي لقاء الخليفة؟ نعم يا ريتا، أريد مقابلة الخليفة من أجل مصر. مصر التي سكنت قلبي ولم تبرح ولن تبرحه أبدا. أعلم أنك عشقتها وأحببت أهلها منذ قمت بزيارتها أول مرة. لقد زرتها مرتين، وأحلم أن أزورها مرة ثالثة، ولكن في هذه المرة أكون فاتحا لا سائحا ولا زائرا. هل لك أن تحدثني يا شقيق القلب عن تلك الدوافع العنيفة التي تتملكك لفتح مصر؟
لعلي أشارك كما يعتمل بنفسه. سأخبرك يا أم عبد الله، ولكن بعد تناول الطعام ماذا أعددت لنا؟ أعددت لك أكلة شامية ستروق لك. سريفة. نعم يا سيدتي. أحضري الطعام. إنه أرز مطبوخ بالبصل ومسقي بمزيج من مرق الضأن واللبن، ومدفون بهذا الأرز قطع صغيرة من لحم الضأن المشفى، وتعلوه كومة أخرى من اللحم المفضل لك. ما أجمل الرائحة. اذهبي أنت لتناول طعامك. نعم. هل أقوله وأقوله دائما؟ لقد حفظناه عن ظهر قلب، فلا داعي للتكرار. أين سلمى؟ ها أنا ذي قد جئت على رائحة الطعام. سلمى، إليك خبرا سيفرحك كثيرا. حقا؟ أسري إذن. سوف نذهب إلى المدينة المنورة في زيارة قصيرة لها. حقا يا أبا عبد الله؟ متى؟ بعد أسبوع أو 10 أيام، عندما أنتهي من ترتيب بعض الأمور هنا. سأرحل معكما، أليس كذلك؟ بشرط أن تعودي معنا. ألا أبقى هناك؟ كلا، أنت معنا أينما كنا. ألست أمانة في رقبتي؟ وفي رقبتي أنا أيضا. أبقاكما الله لي يا أبا عبد الله ويا أم عبد الله. هلم إلى الطعام إذن. بسم الله. ألم أحذرك من الخوض في الحديث عن الحرب التي دارت بين المسلمين والروم في بيت المقدس؟ وهل سيغير الصمت من واقع ما حدث أيها الكوماندر؟ ما حدث سوف يتغير إن عاجلاً أو أجلاً، وعليك أن توقني بأن كل ما أقوله لابد أن يتحقق. أترى ذلك حقاً يا كوماندر؟ ألم أقل إنك ستنالين عقاباً شديداً لو أفلت لسانك بكلمة؟ ها هو العقاب قد بدأ، قد رفع غطاء رأسك أيتها الراهبة، فبدأ عاريا. ما حدث لي على يديك هو إرادة الرب وليس إرادتك. بل ما أردت أنا، أردت أن يكشفوا عورة رأسك، أمرتهم فنفذوا، وأردت أن يلقى بك في الحبس منفردا فأمرتهم فنفذوا، وكلما أردت شيئا سأمرهم به وسينفذونه، ولن أتوقف حتى لو طلبت رحمتي. لا تطلب الرحمة إلا من الرب، لأن الرب هو القادر وليس أحد من البشر، حتى لو غرته قدرته أو وسوس له شيطانه. يا الحارس، خذها، ألقي بها في الحبس كما كانت، قدموا لها كل ما يسعدها، ثم أعيدوها إلي مرة أخرى. إنها رسالة إلي، أرسلني بها وعلى وجه السرعة أمير المؤمنين عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى أبي عبد الله عمرو بن العاص، سلام عليك. أما بعد، أفتراني هالكا ومن قبلي، وتعيش أنت ومن قبلك؟ فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، لا والله لن يكون هذا يا أمير المؤمنين. إذن فماذا أنت فاعل يا أبا عبد الله؟ سأحرم الزاد على نفسي وعلى أهل بيتي إلا من القدر اليسير الذي يقيم أودي ومن أعول، حتى يكشف الله الغمة عن أهل جزيرة العرب كلهم، وسأكون عند حسن ظن أمير المؤمنين. هل أرسل الخليفة رسائل مماثلة إلى أحد غيري؟ نعم، فلقد حملت رسالة إلى أبي عبيدة في حمص، ورسالة أخرى إلى معاوية بن أبي سفيان في دمشق، وحمل غيري رسالة إلى سعد بن أبي وقاص. سيواجهون المحنة كما ينبغي أن تكون المواجهة، فكلهم يتمتعون بمكارم الأخلاق كما علمنا الإسلام. وأنت يا أبا عبد الله، كم سيكون إسهامك في هذه المحنة التي شملت كل أنحاء الجزيرة حضرا وبعدين؟ سأرسل 50 سفينة
محملة بالدقيق تبحر من ميناء أيلة إلى ميناء جدة، وسأخرج بنفسي بقافلة قوامها 1000 بعير محملة بكل أنواع الأطعمة، فضلا عن 5000 كساء، وقد أزيد عما قلت بقدر ما يعينني الله. آه لو رأيت أمير المؤمنين عمر يا أبا عبد الله، لقد هزل جسمه ودمر لدرجة أن بياض بشرته زال من كثرة ما فرض على نفسه من معاناة ومن جوع وتقشف. لماذا؟ أليس لديه ما يأكله وآل بيته؟ منذ بدء المحنة حرم على نفسه أكل الثريد واللحم وشرب اللبن، واقتصر طعامه على الخبز الجافي والزيت والخل، ولما راجعه الصحابة في ذلك قال قولا انتشر في طول البلاد وعرضها، قال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني ما أصابه؟ هكذا يكون الحاكم العادل وإلا فلا. السلام عليك يا أمير. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكما. هذا شقيقي يعقوب النصراني الذي تبرع لجنودنا بنصف ثمار بستانه. وقد جئت لأشارك معكم فيما تجمعون لمساعدة ضحايا الجفاف في جزيرة العرب. جزاك الله خيرا، تفضل بالجلوس، تفضل. شكرا. أنا وشقيقي يعقوب سنسهم 20 بعيرا محملة بالزاد والمؤن، تعبيرا عن محبتنا وأخوتنا لكم. أنتم لستم غرباء عنا يا يعقوب، أنتم جزء من نسيج هذا البلد، لكم ما لنا ما دمتم تؤدون ما عليكم. نحن ندفع الجزية بانتظام يا أمير، وقد استجبنا لندائك ودفعنا جزية العام المقبل. الجزية ليست هي كل ما عليكم يا يعقوب، نحن نطلب منكم الأخوة الصادقة والجيرة المخلصة والمحبة التي لا تشوبها شائبة، هذا ما نطلبه وهذا ما نتوقعه منكم. زوجتي ترجو قبول إسهامها بكل مصاغها. وهكذا فعلت زوجتي، وهذا مصاغها، أقدمه نيابة عنها وعن طيب خاطر. تفضل. بارك الله فيكما. أنا أريد اليوم، وأرجو أن تسمعي جيدا، أريد أقول إني أريد اليوم أن أتسلى بمرأة رأسك الأصلع وهو يغطس في الماء عدة مرات حتى توشك على الاختناق. ما رأيك؟ لماذا عصيت أوامرنا أيتها الراهبة؟ هل أنت سعيدة بانتصار العرب المسلمين على الروم في الشام واستيلائهم على بيت المقدس حتى رحت تروين كل شيء لصديقتك مارية بنت يوحنا؟ أجيبي وإلا أزهقت روحك. وهل يحتاج مثلك إلى أن أعد أمامه عشرات الصفات التي يتحلى بها العرب المسلمون، التي يفتقدها الروم، بل يتصفون بعكسها؟ يبدو أن لسانك يحتاج إلى القص. فيها ما نالته اليوم، خذوها إلى زنزانتك. يا ابنتي فكري بتعقل وحكمة، ليس بالكماندر ما يعيبه حتى ترفضي الزواج به. على العكس، إنه وسيم قوي له جاه وسلطة، وما من فتاة في المدينة تستطيع أن ترفضه إن تقدم لخطبته. فليتقدم لمن يشاء إلا أنا. لما يا ماريا؟ ما السبب في هذا الموقف؟ لا أحبه يا مينة، ألا يكفي ذلك سببا؟ أنا شخصيا لا أرى فيه ما لا يحب. اسكتي يا دمانة، ما لم تكوني زوجة أخي قلت لك تزوجيها أنت.
إذا كنت لا تحبينه حقا كما تقولين فالحب يأتي بالمعاشرة، ليس شرطا أن تحب الفتاة من يخطبها قبل أن يتزوجها. ولكني قلت لكم من قبل إني لن أتزوج إلا بمن يختاره قلبي. فهل تحبين شخصا آخر يا ماريا؟ قولي افصحي. ليس لأحد شأن بقلبي، لن أتزوج أركاج ثعلب حتى لو صار هو قيصر على بلاد الدنيا بأسرها. دعوها الآن وشأنها، إلى أن يعود أبوها من لقائه بأركاديوس، فربما استطاع يوحنا أن يصرف نظر الرجل عن هذه الزيجة. ما الذي تقولينه يا أم؟ هل تتصورين أن أركاديوس أرسل في استدعاء أبي ليسمح له بمجرد المناقشة؟ لقد استدعاه ليأمره بالإسراع في خطوات الزواج، وأعتقد أن الأمر لن يتعدى ساعة حتى يحضر أبي ويؤكد لكم ما أقول. هل تحتاج أيها الأب يوحنا إلى تكرار ما قلته لك؟ لقد سمعت ما قلته يا كوماندر. لا يكفي أن تسمعه، ولكن عليك أن تفهمه وتستوعبه. أنا لا أطلب منك التفضل بالموافقة على زواج بابنتك، ولكن يأمرك. ولكن الأمر أيها القائد. سلطن! يبدو أنك لا تعرف الفرق بين الطلب والأمر. الطلب يعطيك الحق في القبول أو الرفض، ولكن الأمر لا يعطيك الحق إلا في القبول فقط. وللقبول وسائل كثيرة، أن تقبل طواعية، أو أن تقبل بالذل والإهانة، أو أن تقبل بإبعادك دون أسرتك إلى خارج البلاد، أو باستضافتك وحدك داخل سجوننا، أو باستضافتكم جميعا داخل سجوننا، أو بتعذيبكم فردا فردا أمام ابنتكم الجميلة التي سعدت أيام سعادة بانتصار المسلمين العرب على الروم أسياد العالم. سيد القائد. قلت صمتا! أنا لم أستدعك لتتكلم بل لتسمع فقط وتنفذ. هل سمعت؟ نعم يا سيدي. وستنفذ؟ الإجابة تكون باللسان وليس بهز الرأس. سأنفذ. ماذا بك يا أبي؟ كيف كان لقاؤك بأركاديوس؟ لقد اتخذ أركاديوس قرارا، انتهى الأمر. مسألة موافقتنا أمر شكلي، لن يحول دون تنفيذ الزواج. هل يتزوجني رغما عني؟ رغما عنا جميعا، وإن كنت في حقيقة الأمر غير مقتنع برفضك القاطع هذا، وأتمنى أن تفكري في الأمر. لا أحبه يا أبي، هل تفهمون معنى أن تجبر فتاة على الزواج بمن لا تحبه؟ أخبرتك خالتي وهي سيدة مجربة أن الحب يأتي بالمعاشرة. ستكونين زوجة الحاكم العسكري، وسيعلي هذا من شأننا جميعا، ويسهل أمور التجارة لوالدك ولزوجي مينا، بل لكل أهلنا وأقاربنا. تريدين أن أبيع نفسي لقاء تيسير أمور التجارة؟ ليس هذا هو المقصد يا ماريا. لن أتزوج أركاديوس يا أبي. أصبحت متأكدا أن قلبك مشغول بشخص ترفضين الإفصاح عنه. أولا تعرفه يا زوجي؟ هل تعرفينه أنت؟ إن بنت خالتي العزيزة شغوفة بالرجل العربي الذي أنقذ أباها مرتين. اسكتي يا دومان. نعم، هو يا زوج خالتي، وقد سبق وأن اعترفت لي مرارا بأنها لم تحب ولن تحب أحدا سواه. إن كان ما قالته دمانة صدقا فأنت تتعلقين بوهم مثل خيط العنكبوت. يا ابنتي، أنا أعرف أن عمرو بن العاص رجل شهم ونبيل، ولكنه في مكة ونحن هنا في الإسكندرية. عمرو بن العاص
هو أمير جيش المسلمين الذي سحق الروم وخلص بيت المقدس منهم. عمرو بن العاص هو خلص بيت المقدس من يد الروم وساهم في تحرير الشام كله. أمتأكدة مما تقولين؟ أكدت لي الأخت سريالة ذلك، وقد قابلت وأنقذ حياتها وحياة أخواتها الراهبات. عمرو بن العاص ليس هو مربط الفرس الآن، رغم الخطر الذي سيشملنا جميعا لو علم الروم بأن لنا علاقة به. المهم أن نفكر فيما نحن فيه، وأن توافق ماريا على الزواج بأركديوس. لن أوافق، لن أوافق. أين عمرو ولدك الصغير يا بسمة؟ نائم يا خالتي. ما أجمل أن أكون بين أحبائي، بخاصة عبد الرحمن وعمر ولدي ولدي عبد الله. يقولون دائما إن أعز الولد ولد الولد. نحن أيضا نكن لك حبا لا نصيل له يا خالتي. أليس عبد الرحمن قريب الشبه مني؟ أولا عندما تتحدثين معي قولي يا أم، فأنت ونسمة كابنتي تماما. نعم عبد الرحمن يشبهك، ولكن عمرا الصغير يشبه أباه عبد الله. وأنت يا محمد متى نرى أولادك أنت ونسمة؟ حين شاء الله يا أم. معذرة يا أم، فهذا الحديث يصيب نسمة بالقلق والتوتر. جانبها الصواب، الذرية رزق يأتي عندما يأذن به الله. تأخر أبي عند أمير المؤمنين وقد اشتقنا إليه كثيرا. ما إن بلغنا المدينة حتى أصر على لقاء أمير المؤمنين أولا ليبلغه بأمر القافلة الكبيرة التي جاء بها، وناخت بعيرها على مشارف المدينة ليرى أمير المؤمنين فيها ما يرى. وأين ذهبت خالتي سلمة؟ ذهبت لترى أهلها، كانت في شوق إليهم، وقد أخبرها أبو عبد الله بأن مقامها ومرساها هنا. لعل في الشكر الذي وجهه إليك أمير المؤمنين لمصارعتك بنجدة إخوانك هنا في محنتهم ما أثلج صدرك يا أبا عبد الله. وهل فعلت إلا ما يجب؟ ثم ألا نتخذ جميعا من أمير المؤمنين أسوة؟ إنه يحمل على كاهله هموم أمة بأسرها، أفلا نعاونه؟ إنه قحط لم ترى مثله البلاد منذ أجيال خلت. لكن الناس بحمد الله بدأوا يصلبون عودهم بعد أن جاءت المعونات بسرعة من العراق والشام وفلسطين وبقية الأمصار التي لم ينلها غضب القحط هذا. ما يدهشني هو أن الناس تقبلت قضاء الله بإيمان وصبر. ولما الدهشة يا ابن ياسر؟ لقد رأى الفقراء أمير المؤمنين يعيش حياتهم ويأكل مثلهم ويعاني مثلهم، ولم يخص نفسه بأي شيء ليس في أيديهم. سمعته مرة يقول: أنزلت مال الله عندي بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت عففت عنه، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. إن أمير المؤمنين ضرب بنفسه القدوة والمثل، فأمن الناس لعدله واستكانوا لحكمته وآمنوا بأن الله مخرجهم وإياه إلى بر الأمان. آن الأوان لأرى أولادي، لقد قصدت المسجد فور وصولي لمقابلة أمير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لك من رجل يا ابن العاص، لم تغيرك الإمارة ولم تمضي بك إلى الرغبة في مزيد من المجد، وإنما زادتك تواضعا وحبا للرعية. يا أبي، أريد أن أنفصل بتجاراتي عن شقيقي محمد. تنفصل؟ لماذا؟ سيكون في ذلك خير لي وله. نعم سيكون في ذلك خير لنا جميعا. هذا حديث رجال يا نسمة، فلا شأن لك به. نسمة، دعيها تمضي يا ريتك. فمن يغير نفوس الإخوة ويغرس البغضاء بينهم إلا وسواسة بعض نسائهم. ما قولك يا محمد فيما قاله عبد الله؟ له أن يختار ما يريد ولا أعارض ما يراه. هل وقع خلاف بينكم؟ عندما حل البلاء وزاد القحط وانتشرت المجاعة، عرضت على محمد أن نوزع على الفقراء الذين نزحوا على المدينة من البوادي نصف ما بمخازننا من أغذية صدقة وقربة لله تعالى، والباقي نبيعه للقادرين بثمن معتدل، لكنه أبى.
لما أبيت يا محمد؟ يا أبي، ما بمخازننا هو كل رأس مالنا ونتاج ربحنا على مر السنين، ونحن ندفع زكاتنا وأكثر منها بانتظام، فهل نبدد رأس مالنا هكذا؟ أنطقك الشيطان بما قلت، فكفى! أكان هذا رأيك أم رأي زوجتك أم رأيكما معا؟ أجبني. ممن ربحت وزدت رأس مالك؟ من التجارة، بيعا وشراء. لمن كنت تبيع وتشتري؟ للناس. إذن فكل ما لديك من مال من مجمل ما ربحته من الناس. نعم. فهل تظن على من ربحت منهم أن ترد إليهم بعض ربحك إذا حلت بهم كارثة؟ أليس لهم حق فيما لديك؟ ثم كم كنت تطمع أن تحقق من ربح لو بعت كل ما لديك من أطعمة وأغذية؟ الضعف؟ بل ربما ضعفين، خاصة وقد باتت الأقوات شحيحة. فما بالك بمن يضاعف لك الربح 10 أضعاف يا قصير النظر؟ 10 أضعاف؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الحسنة 10 أمثالها؟ أجب. بلى يا أبي. قم الآن واصحب الحمالين واحمل نصف ما بالمخازن وسلمه لبيت مال المسلمين. أفعل في الصباح. بل الآن يا محمد، وإياك أن يغلبك طبع الدنيا بعد ذلك، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيعودك أضعاف أضعاف ما تتصدق به، فما نقص مال من صدقة. هيا بنا يا عبد الله. إلى أين؟ أؤدي واجبا لازما. ألا تنتظر حتى نأكل ما أعددت من طعام؟ وماذا أعددت؟ الثريدة ولحم الضأن. نأكل ثريدا ولحم ضأن وأمير المؤمنين يأكل ثريدا ممزوجا بالخل والزيت؟ كنت واثقا أنك ستهب لنجدة أهلك هنا في شبه الجزيرة بعدما أصابهم هذا القحط والجب. أرسل لي أمير المؤمنين رسالة استغاثة مؤثرة فهرعت. ولكن كيف حالك أنت يا خالد؟ ما هي علتك؟ التي أني قعيد كما ترى. عالمي هو سيفي ورمحي اللذان خضت بهما مئات المعارك، وغلام يخدمني وفرس في مربطه. أبلغني أمير المؤمنين في تأثر شديد أنك تبرعت لبيت المال 3000 درهم. كان لدي 4000 هي كل ما أملك من حطام الدنيا، استبقيت منها 1000 أنفق منها على نفسي وأواجه بها غوائل الزمن ما بقي لي من عمر، ودفعت 3000 إلى بيت مال المسلمين إسهاما في كشف محنتهم. من يجود بروحه ليس غريبا عليه أن يجود بما لديه من مال. خذ يا خالد. ما هذا يا عمر؟ 5000 درهم. أتتصدق علي يا عمر؟ أيمد خالد بن الوليد يده ليأخذ الصدقة؟ حاشا لله أن يحدث هذا يا خالد. وماذا تسمي ما تعطيني من مال؟ إنه هدية، هدية من صديق لصديق عمره. حتى أنت يا عمر، حتى أنت تجرحني، تطعنني أكثر مما أنا طاعن. لم أقصد طعنا أو إلاما، أنت صديق طفولتي وصبايا وشبابي، وللصديق على صديقه حق. إن لم تقبل هذا المبلغ مني هدية فاعتبره دينا، رده حين ميسرة. لا، أنا زهدت كل شيء، يكفيني طوال يومي كسرة خبز وحصوة ملح وجرعة ماء. أريد أن ألقى ربي خفيف الوزن. إن حسناتك وفضلك عند الله أثقل من جبل أحد. أمري مأكول إليك يا الله. خذ نقودك يا عمر. لن آخذها يا خالد، بالله لا تردني خائبا، أستحلفك بالله. يا رب، أمري مأكول إليك. خالد، خالد يا صديق عمري، يا سيف الله المسلول، لا تبكي بالله عليك، لا تبكي بالله عليك. يا الله، أمري مقول إليك يا الله، يا الله. رغم أنك لم تغب عنا بالمدينة طويلا يا أمير، إلا أننا افتقدناك كثيرا. كيف صارت الأمور أثناء غيابي؟ على خير ما يرام، وكأنك ما غبت عنا.
هل عادت سلمى معكما؟ إنها أمانة في رقبتي يا ظفار، لابد أن تكون معنا وفي حمايتنا. هل تحدثت مع أمير المؤمنين عن رغبتك في فتح مصر؟ الظروف لم تكن مناسبة، فالكل مشغول بما حل بالبلاد من جدب وقحط، لكني سأفعل فيما بعد بالتأكيد. ظفار، لقد أمر أمير المؤمنين أن تقام صلاة الاستسقاء بعد غد في كل البلدان والأمصار بعد صلاة الجمعة، لعل الله يكشف الغمة. فادعوا المنادين ليطوفوا بكل البلاد في فلسطين. يا أهل المدينة المنورة، يا كل المسلمين في طول البلاد والأمصار وعرضها، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، آمين، مريئا مريعا، آمين، نافعا غير ضار، آمين، عاجلا غير آجل، آمين، اللهم أغثنا، آمين، اللهم أغثنا، آمين، اللهم أغثنا، آمين، اللهم اروي عبادك ومخلوقاتك، آمين، اللهم أحيي بلدك الميت، آمين، آمين. جرجس هنا في الشام؟ آخر ما كنت أتوقع. لعلك لم تنسى بعد اسمي العربية يا أمير عمرو. وكيف أنسى الربيع بن كعب رفيقي في أول رحلة لي إلى بر مصر؟ اجلس. هل أناديك بجرجس أم بابن كعب؟ كما تريد، لا أستطيع أن أصف سعادتي بما أنت فيه. الأمير عمرو اسم يدوي كقرع الطبل في أنحاء الشام كلها، بل إن أخبار فتوحاتك وانتصاراتك وصلت إلى أسماعنا في الإسكندرية. ومن يعرفني في الإسكندرية إلاك وعائلة يوحنا؟ بالمناسبة، كيف حالهم جميعا؟ ومن أنبأكم بأخبار انتصاراتنا وهزيمتنا للروم؟ راهبة قد قابلتك هي وزميلاتها من راهبات دير العذراء. الأخت سريالة؟ كان المقوقس قد حذرها بعد عودتها من هنا ألا تبوح بأخبار هزائم الروم على أيديكم حتى لا يشمت فيهم أهل مصر، لكنها حكت لمارية بعض الأخبار عنك، وكانت الطامة الكبرى التي نزلت على أم رأسها، فقد قبضوا عليها ويسومونها الآن أشد ألوان العذاب. تبا لهؤلاء الروم الملاعين، سيكون لهم يوم نكسر فيه شوكتهم إلى الأبد. مات يا أمير عمرو عندما يأذن الله. ولكن كيف حال ماريا؟ ألم تتزوج بعد؟ ترفض الزواج إلا بمن يختاره قلبها. تصور أن آخر من تقدم راغباً الزواج منها القائد الرومي لحامية الإسكندرية، لكنها رفضته بعنف. ربما لأنها مثل كل قبط مصر تكره الروم. ليس من أجل هذا فقط، فأنا مثلاً عربي الأصل، لكني لما عرضت عليها ولعي بها صدتني وصدمني صدها. لعل قلبها معلق بآخر. أصبت عين الحقيقة يا أمير، فقلبها يهوى من لا يعلم بأنها تهواه. ولماذا لا تصارح من تهواه بأنها تهواه وينتهي الأمر؟ إنك أنت من تهواه يا أمير عمرو. أنا؟ هل تهذي يا ابن كعب؟ فمنذ رأتك أول مرة سكنت قلبها وأصبحت لا ترى بين كل رجال الدنيا سواك. ثم بعد؟ لا أعلم. ألم تترك هي في نفسك أي أثر؟ بل تركت كفتاة جميلة رقيقة لبقة حسنة العشرة والخلق فقط. نعم، ويدهشني قولك تحبني وهي تعلم أن الشقة بيننا جد بعيدة، هي في الإسكندرية وأنا يوم أن رأيتها كنت مستقرا في مكة. ولو قربت الشقة؟ أنت تعرف يا جرجس أني منذ تزوجت ريتا لم أعاشر سواها ولم يهفو قلبي إلى غيرها. عجيب أمرك يا أمير. وفيما العجب؟ الرجل العربي يمكنه أن يتزوج حتى بعشرين امرأة. كان هذا في الجاهلية، أما في شريعة الإسلام فالرجل له الحق أن يتزوج أربعة غير ما ملكت يمينه. ولماذا لم تستعمل هذه الرخصة؟ ولماذا أستعملها وزوجتي عندي بألف امرأة؟ ليت ماريا ترضى بي زوجا. سأكون أول من يبارك زواجكما. لكن القمندر أركاديوس يحوم حولها كصقر شرس يهم بأن ينقض على حمامة وديعة. دع حديث مارية الآن وقل لي ما جاء بك إلينا؟ ألك حاجة أقضيها لك؟ جئت أنقل إليك مشاعر أهل مصر تجاه الروم
الذين حولوا حياتهم إلى جحيم لا يطاق، فقد فرضوا عليهم ضرائب لا تنتهي، وروعوا أمنهم وملأوا السجون بهم، وأصبح المصري لا يأمن على نفسه وبيته وماله حتى إن أغلق عليه 1000 باب. إنني أدعوك لتخليص مصر من الروم مثلما خلصت بيت المقدس منهم. سأفعل عندما يأذن الله. ادخلوا السجينة. يا يسوع، نال أخت سوريالة. لقد خالفت أوامرنا فحاق بها ما ترياه. ما اسمك؟ أنا لا أذكر لي اسم. أنا من تريدون أن أكون؟ شدة التعذيب أنستها حتى اسمها. خذها. هذا جزاء من لا يطيع أوامره. من يجرؤ على عدم الطاعة يا كوماندور؟ طلبت منكما إجابة على طلب الزواج بماريا ولم يصلني جواب حتى الآن. إننا لا تتكلم، سأكمل عنك. الأب يناور والأخ يداور وتتذرعان بشتى المعاذير، فمرة تدعيان أنها مريضة، ومرة ثانية أن أحدكما هو المريض، ومرة ثالثة سوف تدعيان أنكما مريضان معا، وكأنكما تجهلان أن بإمكاني علاجكما وعلاج ماريا وعلاج جميع أفراد أسرتكم كما علاجت سوريالة. تقولان كلما حضرت لزيارتكم ولم أجدها إنها تزور خالتها في منف، وكأنكما لا تعلمان أن بإمكاني إحضار خالتها وجميع من يمت لها بصلة قرابة أو صداقة أو مجرد معرفة وإلقاؤهم جميعا في سجن لا يخرج منه أحدهم إلا لكي يدفن. لقد صبرت عليكما 60 يوما بأكملها، اليوم لفظ صبري عن آخره. اسمعاني جيدا، سيعقد راعي الكنيسة إكليل زواجي بماريا يوم الأحد المقبل، وهذا أمر لا يقبل مجرد التفكير فيه كما فعلت سوريالة حين خالفت أوامري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا أمير. منا ومنكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أثناء قدومي أبلغني بعض الرجال أنهم منذ بضعة أيام لاحظوا انبعاث روائح نتنة في أطراف مدينة عمواس، وأنهم لم يعيروا الأمر اهتماما في بادئ الأمر، لكن الروائح انتشرت وزادت في كل أطراف المدينة. ألم يعلموا مصدرها؟ يقولون إنها بدأت تفوح من ناحية المقابر الجماعية التي دفن فيها قتل الروم. يجب أن أتفقد الأمر بنفسي. سوريالة، أفعل كل هذا بسوريالة؟ ليس من رأك من سمع يا ابنتي، لقد تملكه الغيب فتحول إلى حيوان لا يعقل. فإن كنت ترغبين في رؤيتنا جميعا كسوريالة فاستمري في رفض الزواج بأركاديوس. سأستمر في رفض الزواج به للأب، لأني سأقتل نفسي. أظننت أن موتك سيصرفه عنا؟ إنه سيجعلنا جميعا نلحق بك، ولكن بعد أن يضيقنا من ألوان العذاب ما يجعلنا نتعجل الموت. إن لم تكن بك رحمة بي وبأخيك فارحمي أمك وأباك. صمتا يا دومانة. ولما تتعجلين صمتنا يا ماريا؟ دعينا نتكلم بعض الوقت قبل أن يقطع أركاديوس ألسنتنا جميعا ويفقع عيوننا ويدع الكلاب المسعورة تنهش لحمنا. ألا نستحق جميعا شفقتك يا ماريا؟ لا نجاة لنا من أسوأ مصير سوى بزواجك بأركاديوس يا ابنتي، ومهما يكن من أمر فالزواج بمن لا تحبين أهون من الموت والعذاب والتنكيل
وربما تغير الحال وخابت ظنوننا جميعا، وكان هذا الزواج مصدر سعادة كبيرة على عكس ما تتوقعين. ارحمي ضعف أبيك يا ابنتي وبكاء أمك يا ابنتي وشباب أخيك وزوجاته يا مريم. كيف تقابلين الرب ودمنا ودم سريالة معلق برقبتك؟ كفوا بحق الرب، لم أعد أحتمل، سأسلم نفسي إلى الجزدار ليذبحني ما دامت هذه رغبتكم، ولكن لن يكون زفافي في اليوم الذي حدد. متى يكون إذا؟ بعد شهر. شهر كامل قد لا يوافق. كثير أن أمنح شهر لأداب نفسي قبل أن أسلم رقبتي لمن يذبحها. حسنا، سأسرع إليه حالا وأزف إليه بشرى موافقتي، وأرجوه أن يؤجل الزفاف شهرا حسب رغبتك. وهناك شرط آخر. أي شرط يا ابنتي؟ أن يرفع يده عن الأخت سريالة. لقد جنت ماريا ولا شك، أغرها صبري عليها فصارت تفرض شروطا لزواج بي. ليس الأمر كذلك أيها الحاكم العسكري، ولكن العروس، أي عروس، تحتاج إلى وقت لتستعد للزواج، وشهر ليس بالكثير. بل كثير جدا، إنه 30 يوما. ستمر سريعا يا سيدي، وتقبل بعدها أيام السعادة والهناء. وقد تحليت بالصبر طوال ما فات من زمن، فتحل بالصبر شهرا آخر يا سيدي. سأنتظر شهرا آخر. فإما أن ينتهي بزواجنا أو ينتهي بمصير يشبه مصير سريالة. سينتهي بالزواج بطبيعة الحال، وهل تطمح فتاة إلى أروع من الزواج بالحاكم العسكري لبر مصر بأكمله؟ سنة. بقي أمر واحد صغير يا سيدي. لا تشترط شيئا آخر أيها العجوز الخرف. لا 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 لا، ليس شرطا يا سيدي، ليس شرطا. وهل يملك مثلنا أو يتجاسر على الاشتراط عليك؟ فما الأمر إذن؟ إنها تخاطب رحمتك يا سيدي وتستأذنك في العفو عن الأخت سريالة. إن الأمر بالشكل الذي تصفه لا ينبئ بخير، بل ينبئ بكارثة يا ريتا. أخطأ أهل عمواس عندما لم يهتموا بتعميق الحفر التي دفنوا بها جثث القتلى، وها هي النتيجة المروعة. تحللت الجثث وتعفنت وفاحت رائحتها وتشبع هواء المدينة بالجراثيم الفتاكة، فأنشب الموت مقالبه في أجسادهم، وصار يحصد منهم كل يوم 10 ضحايا أو أكثر. رحمك يا رحمن. كل ما أخشاه أن ينتقل الوباء إلى مدن أخرى غير عمواس. وماذا أنت فاعل إزاء هذه الكارثة؟ أصدرت أمري بأن تدفن جثة من يموت بهذا الوباء في حفرة عميقة، وأن تحرق كل متعلقاته وملابسه. ولابد من عزل عمواس عن بقية المدن أيضا. أصدرت أمري أيضا أن تحاط المدينة بسياج من الحراس لا يسمحون لأحد بالدخول إليها أو الخروج منها فرارا من هذا الوباء. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حل الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. خذ حذرك يا عمرو واحرس، لن يمنع الحذر القدر. إنه الطاعون يا أمير، إنه الطاعون. حل البلاء على البلاد والعباد يا ظفار، بدأ بعمواس ثم حملته الريح ففشى في بلاد كثيرة، ومئات الأرواح تحصد كل يوم. هل نرسل للخليفة نطلب عونا؟ وماذا يمكن للخليفة أن يفعل؟ إنه قدر الله لا فرار منه. لقد انتشر الطاعون في كل بلاد الشام كما تنتشر النار في الهشيم، تحمله الرياح فيتساقط الناس صرعا، سواء كانوا من الجند أو من الأهالي. هيا نشرف على فرق الإنقاذ التي تحمل المرضى بعيدا عن الأصحاء. النساء يقمن بجهد خارق في هذا السبيل، ويحاولن تطبيب المصابين، وأم عبد الله وسلمى وزوجتي زهرة على رأسهم.
جزاهن الله خير الجزاء. وسدوا هنا، احضري بعد الخل وعصير البصل لعل الله ينقذه من الهلاك. لا، لقد مات، لقد مات. يرحمه ويرحمه الله. خذوه الى فرق الدفن ايها الاخوه. الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ماتت زهرة ومات الآلاف غيرها ضحايا هذا الطاعون الفتاك الذي ضرب الشام طولا وعرضا وحملته الريح حتى حدود العراق. الموت قدر محتوم، لكن الفراق صعب. زهرة ليس من السهل نسيانها. لقد استرد الله وديعته، ولا شفاعة في الموت يا ريتا. جاءنا اليوم خبر موت معاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وآخرين غيرهم، حصد أرواحهم هذا الطاعون المخيف. كما أخشى أن يصيبك منه أذى. لا فرار من قدر الله جل وعلا. لو أصابك ضر فلن تكون لي بعدك حياة. استغفر الله يا ريت، فالحياة والموت مكتوبان في لوح القدر. لا أتخيل أن أحيا بدونك، ولو أني فقدتك لقدر الله، فالحياة والعدم لي سواء. كان الله في عوني ظفار. فقد رفيقة عمره، أعانه الله على تحمل هذا الخطب الجلل. عمرو، تهفو نفسي لرؤية ولدي عبد الله ومحمد. كنا معهما في المدينة المنورة منذ وقت قريب، ومع ذلك اشتقت إليهما. عمرو، أعطيهما قدرا أكبر من رعايتك. أطال الله في عمرك لتحملي عني بعض همومهما، فالأولاد حينما يكبرون تكبر معهم همومهم. سأذهب لأطمئن على ظفار، فحالته المعنوية في تدهور مستمر. لا، بل ابقى معي، لا تتركني. ريتا، هل ترك فيك موت زهرة كل هذا القدر من الحزن والشجن؟ فقط أريدك أن تبقى معي
أريد أن تظل عيناي مفتوحتين على صورتك. ريتا، هل تشعرين بألم أو دوار؟ كثير علي أن تبقى بجانبي. هل أنت محمومة؟ كأن نارا بدأت تشتعل في داخلي.